هكذا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اتخذت الدولة تعديلات ثوريه في قوانين الاستثمار وخلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومه في العاصمه الاداريه الجديده اشار مدبولي الى اعتزام الدوله السماح للصناعات كثيفه الطاقه بالعمل بنظام المناطق الحره هدف الدوله في هذه المرحله هو دعم جهود القطاع الخاص في الانشطه الاقتصاديه المختلفه عشان يتولى القياده بالكامل في الفتره القادمه والاهم كمان ازاي ان احنا نزيد من حصيله الدوله من النقد الاجنبي لان دي دايما هي التساؤلات اللي احنا كلنا بنتساءل هنعمل ايه في ازمه الدولار وهنعمل ايه في ازمه العمله الصعبه وانتوا كدوله لازم تقولوا لنا احنا بنتحرك ازاي في هذا الشان اللي عايز اقوله يمكن فيما يخص المحور الاول موضوع مشاركه القطاع الخاص والحقيقه يمكن احنا دخلنا انا بقولها بمنتهى الامانه بتعديلات ثوريه في قانون الاستثمار وخدنا الحقيقة العديد من قرارات الكبيرة جدا اللي كان القطاع الخاص بيحلم بيها فيما يخص مناخ الاستثمار ويمكن كان عقد الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للاستثمار برئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني دي يعني بدايه انطلاقه كبيره جدا في تفعيل العديد من القرارات